إضراب واسع النطاق أدى إلى شل الحركة داخل فرنسا بعد أقل من 3 أسابيع على تنظيم أول إضراب احتجاجاً على خطط الحكومة لإصلاح قانون التقاعد. الإضراب الذي دعت إليه نقابات العمال تسبب في تعطيل إنتاج الكهرباء، حيث أعلنت الشركة الفرنسية للكهرباء انخفاض إمدادات الطاقة بنسبة 4.4%، وذلك بعد انضمام العاملين في المفاعلات النووية ومحطات الطاقة الحرارية إلى الإضراب. بينما قالت شركة توتال إنرجيز أنه تم تأخير تسليم كميات كبيرة من المنتجات البترولية مع إضراب ما بين 75% إلى 100% من العاملين في المصافي ومستودعات الوقود. أما وسائل النقل العام في فرنسا فتم تشغيل واحد فقط من كل 3 قطارات عالية السرعة، كما تحرك عدد أقل من القطارات المحلية والإقليمية في الوقت الذي تعطل فيه مترو باريس بشدة. من جانبها قالت نقابة معلمي المدارس الابتدائية إن نصف المعلمين شاركوا في الإضراب، كما تشارك فيه أيضا قطاعات أخرى من بينها محطات البث الحكومية. النقابات العمالية أعربت عن رغبتها في مواصلة الضغط على الحكومة الفرنسية منذ الاحتجاج الأول الذي تم تنظيمه في 19 يناير الماضي، حيث شارك حينها أكثر من 1 مليون شخص في مسيرة لمعارضة رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً بدلاً من 62. على صعيد آخر، تتمسك الحكومة الفرنسية بقرار إصلاح النظام التقاعدي، إذ قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الإصلاح ضروري لضمان استمرار عمل نظام المعاشات التقاعدية، بينما أفادت تقديرات وزارة العمل الفرنسية بأن رفع سن التقاعد بمقدار 2 عامين يسمح للنظام بتحقيق التوازن بحلول عام 2027.